نبدأ باللي يعجبك بالانتفاخ. ما فيش مصري ما عندوش انتفاخ. ايه الانتفاخ ده؟ الانتفاخ بتعريفه كده وجود غاز كمية اكبر من الطبيعي في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي مكون من ثلاث اجزاء، اي غاز في الثلاث اجزاء دول يعتبر انتفاخ. يعني التعريف المعدة دي قصة لوحدها، الأمعاء الدقيقة دي قصة لوحدها، الأمعاء الغليظية دي قصة لوحدها، أدي طيب. التلات أجزاء ناخدهم بقى حتة حتة. يعني كلمة انتفاخ لازم الدكتور أو المريض يعرف الغاز ده فين عشان نقدر نعالجه، تاخد له العلاج بتاعه. طبعا لأن كل مكان من دول له علاجه طبعا اللي يضيع الغاز مختلف تماما. لو كان الغاز في المعدة، المعدة الأولانية اللي هي أول حتة، أول حتة اللي فوق دي، معظم أو كل الأسباب اللي تعمل انتفاخ نتيجة غاز في المعدة معظمها حالات فسيولوجية مش مرضية، معظمها تمام. نفسية يعني؟ نفسية. فسيولوجية بلاش نفسية، مثل التدخين. يعني ايه فسيولوجية؟ يعني مش مرضية، عكس مرضية. طيب يعني زي التدخين. اللي بيشرب سيجارة بيبلع هوا. تمام. هتقولي هو بيدخل في الرئة عشان يضر نفسه، لا هو غصب عنه بيبلع هوا، فيفضل هوا يتجمع في المعدة. ملوش لازمة. ملوش لازمة، هوا موجود. لا مش كده بقى، شوف حضرتك الأجمل. عشان كده ما بياكلش. صحيح. المعدة محتلة بالغاز. كل اللي بطلوا تدخين يتخن على طول. مظبوط. ويقول لك أصل التدخين كان سد نفسي، لا هو عامل غاز في المعدة زي اللي حاطط بالونة في معدته. المعدة مليانة. مليانة هوا. فشبعان. وفكرة بالونة في المعدة تديك إحساس الشبع. بالظبط. وده اتكلمنا عليه في حلقة حضرتك لو فاكر، إحنا بنشبع بأني طريقة. بالظبط. وكانت كلام مهم جدا. أو مريض بيبلع هوا وهو بيتكلم. زي العصبي. العصبي الزيادة ده. تلاقيه بيتكلم من غير ما يحس يبلع هوا، فتلاقيه عنده انتفاخ بعد محاضرة او بعد حلقة او بعد خناقة او بعد خناقة، بعد اي توتر، اي توتر ينفعل فيه ياخد له شوية وتنفخ. بعدين في عادة سيئة جدا الناس بتحبها جدا، معرفش ليه، يقول لك اصل انا معرفش اكل الا ومعايا ازازة مياه غازية. هذه عادة سيئة جدا جدا، لانه بيملى المعدة غاز، يبقى غاز طبيعي بيخش. يعني يقول لك لا وشوف بقى، يعني هو بيدخله تمام. لا يعني شوف البواخه بقى، يقول لك اصلا انا ما بعرفش اتكرع. طب وحد قال لك اتكرع يا اخي؟ صحيح. يقول لك اصلا عشان ما هي الغازيه بتعمل كده. طب ما تتكرع، ما دي بقى بواخه يعني. فكلها معظمها يعني المياه الغازيه بشكل عام بتجيب غازات، بتجيب غازات، فما بالك غازيه، فما بالك وانت بتاكل. ايه بقى اشمعنى اثناء الاكل؟ لان المعده بتتملي. المعده بتتملي غازات. فبتحط الاكل بلس الغازات، هتبقى مشكله. دول معظمهم بيقول لك انتفاخ في اعلى. بالمناسبه يا دكتور، شرب الماء مع الاكل، شرب الماء في وسط الاكل نص كوبايه مستحبه، بتساعد على الهضم. في وسط الماء، انما اكتر من كده مش مستحب. في ناس تشرب الميه قبل الاكل عشان شوية. تشبع. ده ينفع برضه؟ يس مضر. طبعا. الميه حاجه كده كويسه على المشي. تمام. دول بقى اللي بينتفخوا من المعده بتلاقي انتفاخهم في اعلى البطن. هنيجي بقى، خلصت المعده. ادي المرحله الاولى، بتتنفس لما بتتعصب. سموكر. بتشرب دخان. بتشرب سجاير. بتشرب كازوزه. بتشرب كازوزه، حلوه الكازوزه دي. بتشرب بسرعه على فكره. بتشرب بسرعه. تاخد هوا وانت بتشرب. بنتي صغيره فبتقول يعني ايه كازوزه دي يا بابا؟ صحيح. لا واجزخان. 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 فعندنا بقى الدم ده مهم جدا جدا، معظم حاجات زي او اللي مثلا بياكل بسرعه. اللي بياكل بسرعه غالبا ما بيمضغش. غالبا. طبعا ما بياكل بسرعه. مين يا استاذ محمود اخترع الرز على الملوخيه؟ المصريين. عشان نظلط. عشان يظلط. مين بيمضغ مكرونه؟ ما حدش. الكشري، انا بحب اخش محل كشري اشوف الناس بتاكل بتمضغ ولا لا. لقيت 1%. الباقي بيحط المعلقه وراها عايز يملى بطنه، مع ان الهضم يبدا في الفم. تاني
الهضم يبدأ في الفم. اللي بيبلع من غير ما يمضغ دي كارثة. ودي بقى مناسبة نقف شوية عند حكاية المضغ دي مهمة. لأنها فيها فوائد ملهاش حصر. طبعا نسمع من حضرتك. المضغ حضرتك بتخلي أولا بتكسر الأكل. بتكسر الأكل. المعدة ما فيها سنان. آه. فمش هتكسر الأكل. تمام. هتهضم. الهضم هياخد وقت أطول. طبعا. حضرتك لما تجيب حاجة تفرمها. لما تنزل حتة لحمة غير لما تنزل قطع صغيرة. قطع صغيرة مفرومة. مفروم. فدي مهمة جدا. حتى في حديث جميل جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا جميل جدا. يقول لك تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح. يعني السيف ده انا جبته ب 100 جنيه يقوم يرد عليك يقول لك ده غالي ده ضحك عليك. وانت بتاكل. وانت بتاكل. الغرب كلهم كده. كل الغرب كده. ما يقعدوا ياكلوا يبقى فيها ساعة. عشان كمان ده كمان ما بيتخنش. تاكل قليل. تاكل قليل لانك بتتعب من كتر ما بتمضغ يعني فبتبقى تمام. كان ليا صديق جده كان يقعدهم يقول لهم حط المعلقه في بقك ما تبلعش الا لما اقول انا يعد واحد اثنين يقول 10 ابلع والعيال اتعودوا على كده من هو طفل جدهم فكنت اما اروح ازوره يعملوا حاجه اقول له متشكر جدا مش عايز ابلع بالامر دي ما الانسان على ما اتعود لو كلهم حرك رشاقهم تمام فالمعده المعده الجزء الاول اللي قلنا فيها اجزاء اللي بياكل بسرعه اللي بياخد ميه غازيه اللي بيشرب سجاير العصبي بيتكلم بسرعه فبيبلع هو وبيتكلم الامعاء دي خلاص خلصنا نزلنا على الناحيه الثانيه الامعاء الدقيقه بقى دي لو جه فيها هوا تبقى كارثه لانها مؤلمه جدا مؤلمه جدا ده بقى الانتفاخ اللي بيشتكي منه كل الناس لا مش ده لا مش ده اللي تحت خالص وجود هوا في الامعاء دقيقه يكاد يكون مستحيل ولازم تقول يا استاذ محمود دلوقتي سبحان الله سبحان الله لو اتوجد هوا في الامعاء دقيقه مؤلمه جدا ام ربنا عملها ازاي ثلاث حاجات نمره واحد ميله لا يمكن يجمع فيها هوا بيمشي يطلع ينزل لما حضرتك تمسك حاجه فيها طبعا بتنزل ميزان ميه ميزان ميه تعمله كده يطلع ينزل فهي مايله حركتها شديده جدا تتحرك على طول ما تسيبش هواء جوه وكميه الدم اللي فيها كميه عاليه جدا تشفط الهواء بسرعه يبقى الامعاء الدقيقه في ثلاث صفات خلت الانسان ما يتلمش هواء فيه لان الاكل جايز يتخمر لكن ما يحطش غاز فيه لانه مؤلم جدا لانها صغيره محصنه محصنه ضد الانتفاخ متى يدخل فيها الهواء بقى؟ حالات جراحيه شلل شلل الامعاء يوم يجي فيها هواء وتبقى تنفخ وبتبقى حاجه كارثه انما احنا عايشين كده ما فيش هواء طب خلاص يبقى دي براءه اتشطبت نخش في الغليظه بقى هي دي بقى اللي هو القولون هي دي عشان احط غاز في الامعاء الغليظه ثلاث احتمالات تمام يا اما بيتعمل كتير انتاج عالي من الغاز يا اما ما بيخرجش يا اما لا يمتص الهواء بيمتص الهواء بيمتص في الدم ويطلع عن طريق الرئه دول الثلاثه اللي يخلوا فاز كتير في القولون اما ما بيخرجش اما لا يخرج واما لا يتعمل كتير ويتعمل كتير او لا يمتص لا يمتص بص حضرتك بقى روعه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام اللي هو بقى العلم جاي له من السماء طبعا قال لك ما تاكلش بصل يوم الجمعه هتاذي المصلين فواحد يقول لي طب يعني انا هاكل بصل واخد لبانه بعديه اقول له متاسف ده البصل بيخش في القولون يمتص ويطلع عن طريق النفس نفسك النفس مش بقك ريحته وبصل ده نفسك اللي ريحته بصل فده قال لهم يبقى نسمع الكلام يعني طب ناخد الثلاث احتمالات الاحتمال الاول ما بيخرجش القولون العصبي متقلص دايما متوتر فالغاز محبوس جوه فالعيان منفوخ جدا جدا ومفيش حاجه غير ان هو عصبي يبقى العصبي اتنفخ مرتين مره في معدته انه يبلع هواء ومره مش عارف يخرج الغاز عشان كده لما بيجي واحد وياخد ادويه للقولون كتيره جدا بقول له بالظبط كده انا وانت قاعدين في الاوضه اهو ولقينا ميه داخله من تحت الباب مين اللي ما بيفهمش ومين اللي بيفهم يقوم يسكت كده شويه اقول له اللي ما بيفهمش
اللي يقوم ينشفها. لا تمنع الميه. بالظبط. اللي بيفهم يفتح الباب شوف شوف الميه جايه منين. سيادتك الادويه اللي بتاخدها انت بتنشف ميه. بس. ما عرفتش اصل الموضوع. اصل الموضوع هنا. انت متوتر. والقولون ماسك كده لانك متوتر. فده لو صلحت هذا التوتر خلاص. انما تفضل الادويه وفحم ومش عارف ايه والهضم وكده ده انا بنشف ميه. ما يعملش حاجه. طب احنا بنتكلم ايه اللي بينتج بقى دي؟ اللي بينتج بقى لو حضرتك عندك بكتيريا مختلفة، كلمة مختلفة نحط تحتيها 3000 خط. تقول لي هو في بكتيريا أساسية؟ أقول لك طبعًا. كل إنسان عنده البكتيريا بتاعته. بتاعت بلده، بتاعت مصر. بلده بلده. بتاعت بيئته. بتاعت البيئة. فدي متعايش أنت معاها. تمام. ما بتعملش أي حاجة ولا تعمل غازات ولا أي حاجة. سافرت بره خدت بكتيريا نوع تاني. يا تسهلني يا تنفخني يا تخليني عايز أرجع لأن خدت نوع تاني والاتنين حميدة. ما بتكلمش على بكتيريا تيفودية ولا ضارة ولا أي حاجة بالعكس. أنا بتكلم على حاجة حميدة بس اتغيرت الفلورا بتاعتي. أنا ما أعرفش ما باخدش بالي. لو سافرت بتتعب. بس ما باخدش بالي إيه السبب. يعني أقول أصل المية فيها حاجة. أيوه. تقول الأكل مش كويس. لا. الأكل منظيف وكل حاجة بس البكتيريا اتغيرت. أو عندك أميبا. أو عندك أي طفيل. بيفرز عليه بيفرز غاز ما هو بياكل وبيتنفس ويطلع زينا تلاقي الغاز طلع ده علاجه سهل جدا لما نموت الطفيل الثالثه بقى دي مهمه جدا اللي هي لا يمتص لا يمتص انا بمتص الغاز من القولون باوعيه دمويه جوه القولون اللي هو الامعاء الغليظه اللي هي الامعاء الغليظه لو الضغط عالي في الوعاء الدموي ده ما ياخدش غاز يسيبه يسيبه فين بقى؟ في الامعاء في القولون في القولون انا عندي اهو ده وعاء دموي تمام بيشفط الغاز يدخله ويطلعه من الرئه ماشي تمام طب ده مليان دم ومحتقن مش هيشفط بص حضرتك بقى تليف الكبد وارتفاع الضغط البابي الناس اللي عندها تليف تلاقي بطنها اتنفخت وحد يعتقد انه استسقى ده قبل الاستسقاء بتتنفخ منفوخ جدا صحيح. مش عارف يمص الغاز هبوط الجهه اليمنى من القلب يعني تخيل حضرتك واحد رايح يشتكي من انتفاخ وهو عنده هبوط في القلب ولا يكتشف مش عارف واحد رايح يشتكي من انتفاخ يتقال له قولون وهو تليف كبد فده مشكله كبيره جدا جدا فالانتفاخ في مصر اي نعم فيري كومن كتير جدا جدا والوحشين قليلين بس الوحشين بيروحوا في الرجلين صحيح صحيح طب دلوقتي هذه مخاوف مخاوف وهذه اعراض كل واحد عنده انتفاخ ياخذ الامور بجديه شوي تمام بجديه تمام هو جايز مدخن وجايز بياخد مياه غازيه وجايز عنده قولون عصبي ما بيخرجش الغاز وجايز عنده شويه اميبه لكن جايز عنده هبوط في القلب جايز عنده حاجه في الكبد طيب بيسمعونا الناس وبيشوفونا دلوقتي ممكن يكون عندهم هذه المشاكل وراح للدكتور قالت عندك انتفاخ خد بتاع كذا بيحصل كده كتير كتير طب هو يعمل ايه لو ما ارتاحش في ظرف قليل جدا ايوه يشوف دكتور غيره طيب الحبوب اللي هي الفحم والحاجات دي هل دي عناصر مساعده بننشف ميه ما بنعالجش الاصل ميه نازله من تحت الباب وواحد قام ينشفها لكن ما قفلش الحنفيه. تمام يبقى في ثلاث حاجات والدكتور شرح بوضوح انه الانسان لو عنده مشاكل ديت الدكتور ما مشيتش الحكايه يروح لحد ثاني. طبعا طبعا.